وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبل أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد بزيارة رسمية يقوم بها إلى مملكة البحرين. نعم، حيث يجري سموه خلالها مباحثات مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتناول العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار في المنطقة. حيث رحب سموه بزيارة أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والتي تعكس ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية متينة وروابط وثيقة ممتدة عبر تاريخ من العمل والتنسيق المشترك في كافة المجالات، متمنيا لسموه طيب الإقامة في مملكة البحرين. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمية خيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.